مع إشراقة اليوم 22 من رمضان 2022 وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. دي الحلقة 22 على صفحتنا Lady on the Road. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو عجبتك الحلقة دوس لايك. موضوعنا النهاردة هو التربية. تعرف إن متابعة الأولاد في الحياة والاهتمام بيهم وبالأكل بتاعهم وبالشرب وبالصحة العامة، الشكل واللبس والنظافة الشخصية وحل الواجبات وتظبيط المواعيد بتاعة النوم وبتاعة الأكل وبتاعة المدرسة إلخ، كل ده اسمه رعاية مش تربية. الرعاية ممكن تستعين فيها بصديق، أما التربية لأ. لذلك رسالتنا النهاردة هي ما تنساش تربي وانت بتراعي. التربية هي تعتبر وظيفة من 5 أمور. أولاً إنك تبني قناعات ابنك من العقيدة والمبادئ والقيم والطموحات والأخلاق وفهم الحياة بشكل عام. ثانياً إنك توجه اهتمامات ابنك، يعني إزاي يشغل وقته ويشغل باله، وإزاي يقضي يومه، وإزاي يقضي وقت فراغه، وإزاي يتشغل ويشغل نفسه، ويتشغل بإيه وبمين. ثالثاً إنك تنمي مهارات ابنك زي المهارات البدنية والمهارات الرياضية والفنية والعقلية والاجتماعية والمهارات الإدارية والعلمية وطبعاً الفكرية، لو هو طفل ذكي وعايز يبقى مخترع مثلاً، أو هو بيحب يفك ويركب حاجات. حسب طفلك عنده مهارات إيه لازم تنميها. رابعاً تفهمه قواعد العلاقات، يعني صاحب مين؟ يتجنب مين؟ إزاي يبني علاقات؟ وإزاي ينهي العلاقات بأي طريقة؟ وإيه هي العلاقات المهمة في حياته؟ ومفهوم علاقة الزواج إيه؟ ومفهوم علاقة الصداقة إيه؟ وإيه الفروق اللي ما بينهم؟ ومفهوم العلاقة بتاعة الزمالة في الشغل؟ يعني المفاهيم العامة لكل العلاقات. خامساً وأخيراً علمه إزاي يختار القدوة بتاعته، مين هيكون المثل الأعلى بتاعه؟ يعني هو هيحب يكون يطلع زي مين، ولازم تعرفه قواعد اللعبة دي علشان يعرف يختار صح، ما يروحش يختار مثل مش صح أو حاجة مش مناسبة ليه أو حاجة مش مناسبة أخلاقيا، هو لسه طفل صغير ومش عارف. خلاصة القول، التربية مسؤولية الأب والأم مع بعض. هات حد يراعي وركز انت تربي. شفت سهلة وبسيطة ازاي؟ رمضان روح السنة وكل روح وأنتم إلى الرحمن أقرب. كان معكم أسماء موسى.